أهلا ومرحبا طلابي أحبتي، طلاب الصف الثامن. في هذا الفيديو سوف أقدم لكم التعريف بمادة التربية الإسلامية للصف الثامن خلال الفصل الأول، لنعمل معا بجد وحب والتزام. إليكم أحبتي مضامين المادة. إذن أحبتي، في هذا الفيديو سوف نقوم بالتعريف بداية بكتاب التربية الإسلامية، وسوف نوضح موضوع كل وحدة من وحدات هذا الكتاب، وسوف نتحدث أيضا عن محتوى وحدات الكتاب بالتفصيل. ولا بد أن أنوه أن هناك الكثير من الأنشطة والمهارات التي سوف تطبق من خلال تدريبات الكتاب والتدريبات الصفية بما يواكب برنامج البكالوريا الدولية. كتاب التربية الإسلامية من هجو وزارة التربية والتعليم هو الكتاب المعتمد خلال هذا العام بإذن الله. أمامنا الآن أحبتي وحدات الكتاب. الوحدة الأولى بعنوان ما فرطنا في الكتاب من شيء، أما الوحدة الثانية فهي بعنوان وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وبالذهاب إلى الوحدة الثالثة فهي بعنوان إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي النهاية الوحدة الرابعة بعنوان وما آتاكم الرسول فخذوه. وعند التحدث أحبتي عن تفاصيل الوحدة الأولى فهي بعنوان كما قلنا، قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وسوف تكون دروس الوحدة الأولى بداية من مصادر التشريع الإسلامي القرآن الكريم، ثم سوف نبدأ بسورة الحجرات من الآية الأولى إلى الثامنة. سننتقل بعدها إلى درس بعنوان معجزات الرسل، وبكل تأكيد سوف نقوم بتطبيق دروس التلاوة والتجويد، وسوف نتعرف إلى نبي الله سيدنا عيسى عليه السلام، ثم سننتقل إلى آداب المشاركة في المناسبات الاجتماعية. وفي الانتقال أحبتي للوحدة الثانية والتي هي بعنوان وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، والتي بكل تأكيد سوف تركز على سورة الحجرات من الآية التاسعة إلى الثالثة عشرة، ثم صيام التطوع وما هو هذا الصيام. بعد ذلك سوف يتعرف الطالب إلى مكانة الوطن في الإسلام، وبكل تأكيد سوف نطبق أحكام التلاوة والتجويد، بالإضافة إلى أننا سننتقل إلى دور المرأة في العهد النبوي. وفي نهاية الوحدة سوف نتعرف إلى السيدة سكينة بنت الحسين. أما الوحدة الثالثة فهي بعنوان إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فيها سوف نتعرف إلى تدوين القرآن الكريم وأهمية ذلك، ثم سننتقل إلى حديث شريف بعنوان حق الطريق، ثم حق الحرية، وبكل تأكيد سوف نطبق أحكام التلاوة والتجويد، وسوف يتعرف الطالب إلى أهمية الزكاة وشروط وجوبها والأموال التي تجب فيها الزكاة. وهكذا أحبتي ننتقل معا للوحدة الرابعة
من هذا الكتاب والأخيرة، والتي هي بعنوان وما أتاكم الرسول فخذوه، وبكل تأكيد بما أنها تدعو إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سوف نتعرف إلى درس تدوين السنة النبوية الشريفة. ثم من خصائص الشريعة الإسلامية ومنها الشمول، كذلك سوف نتحدث عن الإسلام والرياضة، ثم سننتقل إلى التلاوة والتجويد وتطبيق ذلك، ثم سوف ننتقل إلى الإسلام والأمراض المعدية، وسوف نتعرف إلى بعض المساجد في الوطن. هذا هو عرض سريع أحبتي لمادتنا خلال هذا الفصل الدراسي، آملين أن يكون فصلاً مثمراً مليئاً بالحب والخير والعطاء والتعلم. دمتم بألف خير.